توفي والدي يرحمه الله بعد أن مرض مرضا نفسيا طالت مدته، وكان في فترة المرض لا يصوم ولا يصلي، كما كان أيضا قبل مرضه يتكاسل أحيانا كثيرة عن الصلاة، وأخشى عليه من عقاب الله لذلك، فأنا دائما أدعو الله له في صلاتي، ولكن هل يجوز أن أصلي عنه أو أصوم عنه قضاء عما تركه في حياته من صوم أو صلاة؟ إذا كان يترك الصلاة متعمدا واستمر على هذا إلى أن مات فهذا أمره خطير، يخشى عليه من الكفر، لأن من ترك الصلاة جاحدا لوجوبها فهذا كافر بإجماع المسلمين، ومن تركها تكاسلا مع إقراره بوجوبها فهذا كافر أيضا على الصحيح. وإذا كان والدك يترك الصلاة واستمر على هذا إلى أن مات وهو يترك الصلاة أو يصلي بعض الأحيان ويترك البعض الآخر فهذا حالته خطيرة، ولا يجوز الدعاء له إذا كان مات على هذه الحالة. وأما قضاء الصلاة، الصلاة لا تقضى ولا يصلي أحد عن أحد، فالواجب على المسلم أن يحافظ على صلاته وأن يحافظ على بقية دينه ولا يتساهل فيه، خشية أن يدركه الموت وهو مفرط في دينه ومضيع لصلاته. وإذا مات على هذه الحالة فلا يجديه شيء، لا دعاء ولا صدقة والعياذ بالله، لأنه مضيع لعمود الإسلام ومتكاسل عن آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين. الحاصل أن حالة المذكور إذا كان مات على ذلك فهي حالة سيئة والعياذ بالله، ولا يجوز لك أن تدعي له ما دام أنه مات وهو مضيع للصلاة، ولا يجزيه قضاء الصلاة عنه، ولا ينفعه ما تعملين، لأنه مات على غير الملة إذا كان كما ذكرت واستمر عليه ولم يتوب قبل الممات، والله المستعان. السائلة تقول إنه مرض مرضا نفسيا مات على إثره، وحالته هذه التي وصفتها من تركه الصلاة والصيام أو تكاسله عنهما كان قبل أن يصاب بهذا المرض، هذا يعطي أنه تركها متعمدا من غير عذر. نعم. ولما أصابه المرض النفسي، المرض النفسي أيضا لا يمنع من الصلاة، صلي الإنسان وعنده مرض، تركه للصلاة دل على أنه عدم رغبة فيها، لكن لو كان هذا المرض تأثير المرض، لو كان هذا المرض فيه فقدان للوعي مثلا، إذا بلغ به المرض إلى زوال الوعي وزوال العقل والشعور، نعم، هذا معذور، لقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث وذكر منهم المجنون حتى يفيق، لكنها ذكرت أنه يترك الصلاة قبل أن يصاب بها. نعم صحيح. ولم تذكر حتى ولو بعد إصابته، لم تذكر أن هذا أزال شعوره وأنه أزال عقله. نعم. أيضا قضاء الصيام لا يصح. قضاء الصيام فيه خلاف، لكن في هذه الحالة لا يصح لأنه تارك للصلاة. نعم. أما لو كان محافظا على الصلاة، نعم، لو كان محافظا على صلاته وترك أياما من رمضان لمرض أو عذر شرعي ثم مات، هذا موضع خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنه يقضى عنه. يقضى عنه. صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم فليصوم عنه وليه. نعم. أما من كان تاركا للصلاة فلا يجدي عنه قضاء الصيام ولا حتى صيامه بنفسه هو، ولا يجدي. نعم نعم.